الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على المحب المصطفى متابعي قناة تفسير الأحلام، حياكم الله. طبعا الصيف دخل، ومع بداية الصيف بيكثر الناموس وبيكثر الدبان جدا، خاصة في المناطق الريفية. وبيلجأ بعض الناس إن هم ما يجيبوا مبيدات حشرية، والمبيدات الحشرية ديت لها تأثير على الرئة والشعب الهوائية بصفة عامة في الإنسان. عشان كده أنا حبيت أذكر لكم طريقة سهلة جدا تتخلص منها من الناموس وتتخلص من الذباب اللي هو الدبان، وما يقدرش الذباب يدخل لغرفتك ولا حتى الناموس يقدر ان هو يهود ناحية الغرفة لو انت عملت فيها الطريقة ديت. ايه هي الطريقة؟ هتجيب ليمونة زي ديت وتيجي مقطعها كده بسم الله، وبعد ما تقطعها وتقسمها نصين زي ما انتوا شايفين كده، هنبدأ ان احنا نجيب قرنفل اهوت، ونبدأ ان احنا نغرز القرنفل في الليمون بسم الله، هكذا اهوت بسم الله. هكذا هكذا، بس انت تكتر شوية القرنفل فيها، يعني كمان شوية مثلا. وبعد كده حطها على شباك الغرفة أو حطها في غرفتك، وقول وداعا للناموس وداعا للدبان، وافتح حتى شباك الغرفة وانت نايم، ومش هيدخل لك أي ناموسة ولا دبانة. هكذا لو عجبتك الطريقة ديت ما تنساش انك انت تدوس لايك وتضغط سبسكرايب وتشارك المقطع ده لأصحابك وأصدقائك، وجزاك الله خير على حسن المتابعة.